شهدائي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الشيعة في الميزان. يسعدني أن يكون ضيفي وضيفكم في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ سعيد أبو عمر الشقاوي. حياكم الله شيخ. حياك الله شيخ. نورتنا. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. آمين. وإياك آمين. روى الإمام الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم له: أنت عتيق الله من النار. وروى الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد فقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا. وروى الشيخان من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. وعد رجالا. لعلكم عرفتم عمن نتحدث في هذا اللقاء. نتحدث عن رجل عظيم، صديق هذه الأمة، هذا الرجل العظيم المبارك، الصديق الأكبر، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نوفق إن شاء الله في سلسلة مطولة تكون بعنوان النبي صلى الله عليه وسلم في عيون الشيعة، وأبو بكر الصديق في عيون الشيعة، وعمر بن الخطاب أيضا في عيون الشيعة، وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع. حتى علي في عيون الشيعة له مثالب ومناقص، ولك أن تتخيل هذا أيها المشاهد الكريم. علي بن أبي طالب يذكرون في كما بوب صاحب البحار بابا كبيرا بعنوان باب عشرته لفاطمة وزوجته رضي الله عن الجميع، يذكرون فيه مثالب ستأتي معنا في طريقها حلقات هذا البرنامج إن شاء الله، حتى يذكرون على لسانها أنها ضربت، أن فاطمة ضربت علي في أكثر من 8 مصادر معتمدة في دين القوم. لمزته من ثوبه وغضبت لما باع الحائط الذي هداه أو أهداه له رسول الله أبوها صلى الله عليه وسلم، وتدخل الله سبحانه وتعالى وأرسل جبريل لينقذ فاطمة، لينقذ عليا من يد فاطمة. وكانت تقول: يا رسول الله، وهي معترضة عليه: زوجتني عائلا فقيرا أبطنا أنزع لا مال له. عرضنا شيئا قبل ذلك من هذا الكلام وسيأتي معنا في طيات حلقات هذا البرنامج، فضائح الشيعة تجاه الخلفاء الراشدين. نتكلم عن الصديق الأكبر، وهناك بعض الطعون التي ألقاها هؤلاء القوم الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في حق الصديق الأكبر، ويجب أن نتوقف معها لنرد على بعض هذه الطعون. أجدد التحية لك شيخنا من جديد. حياك الله يا شيخ. نورتنا. الله يبارك فيك. لماذا الصديق؟ الصديق يعني بمفهوم العقل رجل أفضل إلى ما قدم ولقي ربه ومات من سنين، فلماذا الصديق الأكبر؟ لماذا ولا زال هذا العداء اللدود لهذا الرجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ كلما نصر أي صحابي الإسلام أو كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم طعنوا فيه. أبو بكر هو أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدمه في الأمور المهمة الفاصلة. مر أبا بكر فليصلي بالناس. نعم. وأنت تعلم أن الصلاة خير من الخلافة. نعم. خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ثابتة من الكتاب والسنة ومن إجماعات الأمة، أقوال علي بن أبي طالب وإقراراته. إن ما في أي إنسان عاقل يطعن في خلافة أبي بكر، لأنه بالطبيعي أي خلافة تأتي بعده مطعون فيها. حتى خلافة علي بن أبي طالب إن طعنت في خلافة أبي بكر كده يبقى أنت بتطعن في خلافة عمر وعثمان وعلي، الشعب يطعن في خلافة. لماذا؟ لأن علي نفسه. علي نفسه. اسمح لي سأحدثك بلسان الشيع القابع خلف هذه الشاشة. لماذا؟ علي بن أبي طالب نزل فيه نص، حديث الغدير لا يخفى عليك، لكن أين النص على خلافة أبي بكر؟ لا، الغدير ليس نصا. ليس، هم يقولون هذا. الغدير، أنا قلت سأحدثك بلسان الشيعة. حتى نبين للمشاهد الكريم، الغدير مصالحة بين الصحابة ولا يوجد فيها نص، ويعني
يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك نصا كان يتكلم فيه في حجة الوداع أو في خطبة. إذا الخلافة ليست نصا؟ لا، خلافة أبي بكر العلماء عندنا يعني اختلوا فيها، هل هي نص هل هي بالشورى، هي جمعت كل هؤلاء. يعني خلافة أبي بكر، نرجع لسؤال فضيلتك قبل ما ننساه، هو الطعن في خلافة علي نفسه احتج بخلافة أبي بكر. نعم تفضل. يعني عنده في نهج البلاغة عندما أرسل إلى معاوية وقال له إنه بايعنا القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان، وفي آخر كلام يقول إنما الشورى المهاجرين والأنصار. نعم. فإن اجتمعوا على رجل كان ذلك فيه لله وسموه إماما كان ذلك لله رضا. نعم. هم من سموا أبو بكر خليفة رسول الله، الصحابة هم من سموا عمر أمير المؤمنين، فهم ما اجتمعوا عليهم وولوهم، فكانت خلافة أبي بكر بإجماع الصحابة. لكن سنأتي للأدلة كما قلنا، يعني عندك ابن كثير استدل من كتاب الله على خلافة أبي بكر. قال وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم الآيات. قال خلافة أبي بكر وعمر حق في كتاب الله، وتلا هذه الآية وغيرها من الآيات. السنة أيضا آيات كثيرة جدا، السنة أحاديث كثيرة جدا. ومثلا كما قلت الصلاة عندنا أهم من الخلافة، والنبي صلى الله عليه وسلم قدمه للصلاة. يعني أم المؤمنين عائشة اقترحت عمر، إن أبا بكر رجل ضعيف أسيف يعني خاشع، فاقترحت عمر حتى لا يتشائم الناس يعني بأبيه، فقال أمروا أبا بكر فليصلي بنا 3 مرات. وهذا فيه دليل على الخلافة والأحقية. الإمام أحمد في كتاب السنة وكتاب عقيدة قال إنما أراد الخلافة، يعني في السنة الخلال. يعني الأمور العظيمة كان الذي كان يوكل بها في ذلك التوقيت هو الإمام أو الخليفة أو من سيكون أقرب الناس للنبي عليه الصلاة أرسله والسلام. على رأس الحجيج. نعم، ركن من أركان الدين. نعم. عندك عندما أتته المرأة رأيت إن لم أجدك، هذا الحديث صحيح مسلم. آه. قال الرسول إن جئت فلم أجدك تعرض بموتي عليه الصلاة والسلام. فأتي أبا بكر. قال إن جئت فأتي عندك الحج، الزكاة، الصلاة، وهو أول من أسلم. نعم. أول من دعا يعني أسلم على يديه مثلا 5 من المبشرين بالجنة. أرسل يعني أسلم على يديه عثمان بن عفان، عثمان بن مضعون، أبو عبيدة. طب قد يقول قائل أن هناك أيضا فضائل علي بن أبي طالب مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. هناك قد يقول قائل هناك فضائل لعلي بن أبي طالب أيضا. الفضائل شيء والنص شيء آخر. لا حتى نحن لو تكلمنا في فضائل لم ننكر فضائل علي ولم ننكر أنه كان خليفة أصلا. علي بن أبي طالب يعني هو خليفة من الخلفاء الراشدين. نعم. لكن هناك فرق بين الفضائل وبين النص. النص يعني العلماء عندنا اختلفوا الفقهاء، هل خلافة أبي بكر بالنص؟ طب هي نص جلي نص خفي وهكذا. تقديم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة قالوا أن النص يعني نص، ولكن هل نص خفي جلي؟ لذلك عمر احتاج بها في السقيفة. طب عندنا آيات في القرآن يمكن أصرح من هذا كله. ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يعني يقول لما يقولون بأن هذه نصوص لم يشركوا فيها أحد. استدل بها عمر في السقيفة أيضا. ما نفعني مال عندك كل المخلفين من العراق، ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبي بكر. دي خصوصيات لم تكن لعلي أصلا ولا لا. كل المخلفين من العرب سدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. العلماء قالوا يعني أهل التفسير هي في هوازن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بنو حنيفة أو الفرس والروم، وهي دليل كبير على الخلافة، خلافة أبي بكر وعمر، إن كانت في بني حنيفة اللي هم قوم مسيلمة الكذاب أو الفرس والروم. لكن خلافة أبي بكر كما قلنا فيها أدلة صريحة، لكن وقت السقيفة عمر استدل بكل هذه الأدلة. يعني قال أليس هو ثاني اثنين؟ نعم. لكن الغار فضيلة من الفضائل يعني، لكن ليست نصا، ولذلك العلماء يعني ايه هو الفارق بين النص والفضيلة يا شيخ؟ النص علقت على هذه النقطة كثيرا. النص الفارق وما هو النص من وجهة نظرك المباشر في خلافة أبي بكر الصديق من القرآن والسنة؟ النص بيكون من النبي صلى الله عليه وسلم أو آية محكمة لا يختلف عليها اثنان. لا يؤول. لكن كل هذه فضائل،
إنما إشارات قوية مثلا من النبي صلى الله عليه وسلم تقديم الصلاة إشارة قوية. مثل أبو بكر فليصلي بالناس. كثير من العلماء عندنا قالوا إن جئت فلم تجدني فأتي أبا بكر. الزكاة لا تدفع إلا الحاكم. إلا الحاكم. فإن إذا النبي صلى الله عليه وسلم بيقدمه في الأمور المهمة. أما علي بن أبي طالب له فضائل كثيرة جدا. وأيضا كل صحابة له فضيلة قد لا تكون في غيره. لكن لا يوجد نص مباشر من النبي في حقه. وإلا ما اختلفوا. لو كان هناك نصا ما اختلفوا مثلا في السقيفة. نعم. طيب لو تكلمنا مثلا في السقيفة أو لا قبل السقيفة. لو احنا كده تكلمنا عن الأدلة عند أهل السنة. الأدلة كثيرة جدا يعني. عشان ننتقل الأدلة عند الشيعة نفسها. أنت تجد الدين متناقض متذبذب حتى تجد في بعض يعني مثلا عندك النصوص عندهم. عندك حديث الدلو. حديث؟ الدلو عده العلماء من النصوص. يعني عندك برضو حديث عند السنة والشيعة. نعم عند السنة. عند السنة. عندك مثلا الحصوات سبحنا في يد أبي بكر وعمر وعثمان من الأدلة القوية أيضا. لكن خلافة أبي بكر نثبتها علميا بالبيعة بإجماع الصحابة عليه وهكذا. لكن كل هذه النصوص إما يعني نص أو فضائل. لكن بيعة أبي بكر جاءت بالإجماع، هي ثابتة عند المسلمين. من السنة. عند الشيعة قرأت أنا بعض النصوص أثبتوا أيضا فيها خلافة أبي بكر وخالفوا فيها معتقدهم. حتى علي بن أبي طالب جاء في نهج البلاغة وجاء في البحار. هو طالما ما في نص عند الشيعة خلاص المسألة تأتي كما تأتي. لكن علي بن أبي طالب تولاها مثل ما تولاها غيره. ما تولاها بنص؟ هل تولاها بنص؟ هل استدل على أصحاب النص؟ لا. هل الحسن يعني حتى كل النصوص التي استدل بها الشيعة زي حديث الغدير أو حديث 12 خليفة أو ما شابه كلها لم يستدل بها علي بن أبي طالب على إمامته ولا بها للصحابة على إمامته يوما. يعني مثلا أبو بكر كان أكبر الصحابة. ماشي. عند الشيعة مثلا عبد الله الأفطح اللي هو ابن جعفر الصادق الفطحية طلب الإمامة لأنه أكبر إخواته. حلو. بعد موت إسماعيل. حلو. انت تعلم انهم افترقوا بعد جعفر الصادق الى 6 فرق. فاذا هو اكبر الصحابة. افضل الصحابة. فيه اشارات قوية. اجتمعوا عليه. فمن كل يعني علي بن ابي طالب نفسه استدل بخلافة ابي بكر وعمر على خلافته. طيب يوم السقيف حضرتك يعني حابب تعلق عليه، لماذا تأخرت بيعة علي بن أبي طالب لأبي بكر في السقيفة؟ قيل أنها 6 أشهر وقيل خلاف ذلك. هو في علماء قالوا أنه بيع من أول يوم، منها رواية المصنف فانصرفوا راشدين ولم يرجعوا إلا أن بيع. وفي علماء قالوا مثل يعني الزهري نقل عنه أنه بيع بعد 6 أشهر، ولكن طبعا الزهري لم يحضر هذه الأمور. فالعلماء جمعوا بين النصوص قالوا أنه بيع مرتين بعد موت فاطمة والمرة الأولى اللي في البداية. نعم. علي بن أبي طالب مثل غيره من الصحابة يرى مثلا أنه أهل الخلافة. العباس مثلا كان يرى أنها بالقبلية أو بالأقرب للنبي. أبو سفيان نفس الأمر. لا حتى لو كانت قرابة فالعباس أولى. العباس نفسه قال أمدد يدك لعلي وبيعك. وعندنا حديث في موقف كان العباس ابن عبد الله العباس يقول وكان أبي يتمناها إذا سقط كما لا يخفى على شرف علمك إذا سقط النجم في بيت أحدكم سيكون هو الإمام، فقال وكان أبي يتمناه أرجو القول. في رواية عند الشيعة أن العباس وعلي دخل على النبي في مرضه الأخير فقال هل توصي لنا؟ قال أو يعني قال لهم أنتم المستضعفون من بعدي، ولم يوصي لهم ولم يقل لهم إنها فيكم. حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك، ولا علي نفسه لم يبين ذلك. يعني بعد خلافة أبي بكر هل علي يتكلم في خلافة مثلا بداية خلافة عمر؟ لا. هل بعد خلافة عثمان أو بعد مثلا عمر ما ترك 6 من الصحابة هل علي يتكلم؟ لا لم يتكلم. خلاص الزبير اختار علي وعثمان وعلي فاجتمعوا على عثمان، هنا علي لم يتكلم ولم يقل إن هذا حقي وكذا. طيب في هنا في روايات كثيره جدا من كتب الشيعة ان بايعت ابا بكر وبايعت عمر وبايعت عثمان، وثم يعني الناس بايعوا بعد عثمان، يعني بعد مقتل عثمان رضي الله عنه لم يجدوا افضل منه وذهبوا ليبايعوه، حتى هو رفضها في البدايه.
أنا لكم وزير خير لكم مني أمير، دعوني والتمس وغيري، كل هذه النصوص من كتب الشيعة. طيب نعود للصديق رضي الله عنه. ما هي المشكلة رضي الله عنه إذا تولى الخلافة أبو بكر الصديق؟ هل في هذا من قصل عليه؟ أبو بكر الإشكالية الموجودة في عقول الشيعة، أبو بكر إحنا ما عندنا إشكال من يتولاه. أنا أقول يعني سئلت أم المؤمنين عائشة من كان سيولي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لهم أبو بكر، ثم من؟ ثم عمر. قالت ثم أبو عبيدة. فيعني كلهم أهلا للخلافة كما قال الذهبي يعني وغيره. لكن احنا ما عندنا، خلاص أبو بكر تولاه، قضى سنتين في حروب الردة وجمع القرآن و يعني قاتل مسلم الكذاب وغيره، وما استفاد منها يعني، هو في البداية رفضها. لكن أمره فرضت عليه، يعني دفاع عمر عن الخلافة في بادئ الأمر حتى لانفرط عقد المسلمين وليس بسبب الخلافة نفسها. يعني الشيعة يعتقد أن الأمر خلاف، لا. مثلا في حادثة السقيفة، أبو بكر ذهب هو عمر للسقيفة ليطفئ الفتنة فقط وليس طلبا للخلاف. أدرك الناس أن الناس قد اختلفوا. أبو بكر رضي الله عنه تخيل كم واحد خطف. أبو بكر كان وقتها يريد أن يولي عمر على المسلمين، أبو بكر في يوم السقيفة. تخيل في السقيفة كم واحد خطب، يعني ما حد ذكر عليه اسم علي بن أبي طالب. أول ما خطب سعد بن عباد. نعم. اجتهاد منه، لا يعلمون، ما في نص كما قلنا يعني. بعد ذلك خطب أبو بكر، تمام؟ بعد ذلك خطب بشير بن سعد وهذا من الأنصار. نعم. بعد ذلك النعمان بن المنذر على ما أذكر، هذا أيضا من الأنصار. هذا بشير بن سعد يعني قال لهم بعد ما اختلفوا، سعد بن عبادة يعني دعا الناس إليه ورفض عمر لذلك، قال أن الناس يعني لا ترضى أن يكون نبيكم يعني ليس منكم ولن يرضى العرب بذلك. طبيعة العرب، حتى يعني حتى لا يستغرب الشيعة، أبو سفيان نفسه من قريش وأراد بالقبلية. فإذا المسألة ليست للخلافة طلبا للخلافة نفسها، يعني الزبير نفسه طلبها لعلي، أبو سفيان طلبها لعلي، علي نفسه يرى أن أهل الله ما عندنا إشكال، لكن ما في نص إلى الآن، ما في عقائد الشيعة، ما له علاقة بالشيعة بحوارنا الآن، عقائد الشيعة لم تظهر في ذلك الوقت. تكلم عمر، خطب عمر، خطب أبو بكر وبشير بن سعد كما قلنا، هو من الأنصار، وقال هم أولى بالنبي منا. يعني النبي من قريش. الخلافة بعد النبي. وبعد ذلك أبو بكر بين لهم أن الخلافة في قريش وصدقوه واجتمعوا عليه. عمر رضي الله عنه وأرضاه له موقف عظيم، لكن الشعب ينظر لهذا الموقف من زاوية الشبهات والطعن وعدم القبول حتى الحق في حتى لو ظهر لك. عندما رأيت أسلم أيقنت النصر. كل ما يفكر فيه عمر ويشغل ذهنه عدم إفراط عقد المسلمين، الفوضى، عدم الاستقرار، إنما الاجتماع على أي خليفة. ولذلك أبو بكر قدم هذا عمر وهذا أبو عبيدة، اختار. وهل يتخيل عند الشيعة أن علي بن أبي طالب كان يحرص على هذا الباب؟ علي بن أبي طالب ما دعا الناس إليه. نعم. في البداية يرى لنفسه أهلا. وأنا أقول شريك بن عبد الله أن عليا قد رق على هذه العواد منبر الكوفة وقال أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم كذا. سئل عندنا في الصحيح محمد ابن من خير الناس يا أبت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر، قال ثم من؟ قال عمر، قال ثم أنت يا أبتي، قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. وفي روايات كثيرة جدا لو شئتم لسميتم السادس، سميت لكم السادس عثمان. فهو كان متواضع يعني رضي الله عنه. الخيرية هذه إنما تكون القصد فيها غرض الإمام. روايات كثيرة جدا، خير الناس وقتها والإمام، متواترة على منبر الكوفة وفي ذلك الوقت ما كان فيها أبو بكر. لكن عمر قال بأن بيعة على أبي بكر كانت فلتة، وبهذا وبها استدل الشيعة. ما معنى فلتة هنا؟ يعني هفوة فجأة بدون ترتيب بدون طلب بدون سعي وهكذا. يعني عمر يقصد أن يعني وقى الله شره، أبعد عنها الخلاف.
بدون ترتيب، ما يعني ما كان يتمنى أن هذا الأمر ينتهي في ذلك الوقت. هم يقولون كأنهم استغفروا المسلمين فجاءت فلتة هكذا، يعني كأن عمر وأبو بكر نصبوا للناس كمينا وبايعوا أبو بكر فلتة فجأة. طيب في سؤال عقلي، لو أبو بكر مثلا يريدان نفسه، لماذا قدم عمر؟ من يضمن له ولاء عمر ولاء أبو عبيد؟ يعني خلينا نحن نتماشى مع فكر الشيء، أبو عبيد أنت تضمنه مثلا، لو أبو بكر يضمنه ممكن خلاص يقره قبلت ذلك، مثل مثلا قضية التحكيم أيا كانت صحيحة ولا قبلت ذلك، لكن هم رفض، لن نتقدم على الناس أنت فيهم يا أبو بكر، إن يعني النبي النصوص الواردة وثناء النبي عليه الصلاة والسلام لم يختلف عليها أحد. أبو بكر إلا الشيعة طبعا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما غضب من عمر، لا الشيعة خارج الدائرة. الشيعة أستاذنا ما ظهرت في ذلك الفترة، بداية الشيعة يعني عندنا علماء من الناحية البحثية الشيعة قالوا أنه في زمن النبي كل أحدث موضوع، بعد أحداث الثقيفة أو من خلال أحداث الثقيفة كل أحداث لا تصح، لكن بداية ظهورهم على يد ابن سبأ كانت في آخر خلافة عثمان أو بعد قضية التحكيم. تأثروا كما تعلم، أول فرقة ظهرت الخوارج تأثروا بها، يعني هناك فرق يعني بين الغلو في علي والانتقاص في علي، فهم تأثروا بذلك، يعني مثل عندنا يعني هم ليسوا منا، يعني في نواصب وفي شيرازية اللي بيطعنوا في أم المؤمنين عائشة وكذا، في ناس بتأتي وتطعن في كذا، وهذا على خطأ وهذا على خطأ. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال إيه؟ سيهلك فيه طائفتان، مغالي ومنتقص، يعني هناك من يغالي فيه وهناك من ينتقص فيه، فظهروا في ذلك الفترة. ابن سبأ استغل طعن الخوارج فيه وتكفيره وظهروا بعد ذلك. يعني الشيعة ما لهم علاقة بأحداث البيعة، احنا بنبين بس فقط لغير. لكن خلافة أبو بكر ثابتة بالقرآن كما قلنا وذكرنا آيات، بأحاديث كثيرة جدا، حتى لم يثبت عن سلمان أو المقداد اللي هم الشيعة بتعتبرهم من صحابة النبي وحدهم شيئا في هذا الأمر. يعني كان هناك بعض الصحابة، احنا بنتكلم أمور علمية ما بنخشى من الشبهات ولا شيء، لم يبايعوا، كانوا يرون أن علي يعني أحق بها لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم. طب احنا قلنا أنا بس أقرب من علي، لا يعني علي بن أبي طالب من السابقين وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته وهكذا، والعباس نفسه يعني تركها، يعني في رواية أمدد يدك لأبيعك، حتى العلماء الفقهاء عندنا يقولوا تجوز البيع من شخص وكذا، فقدموا عليه من ناحية العاطفية ما كانوا يعلمون، يعني مثل أبو سفيان رآها قبلية. هذا أمر طبيعي، يعني هم يعتبرونها شبهة، لا ليست شبهة، هذا أمر طبيعي، كل يرى نفسه أهلا له هم فعلا أهلا له، لكن أبو بكر يعني الله سبحانه وتعالى أنفذوا جيش أسامة. هل أبو بكر كان في جيش أسامة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بإنفاذ الجيش بعد ذلك مرض مرضا شديدا، مرضه الأخير صلى الله عليه وسلم، وخرج عمر فيه، لكن عندما مرض النبي صلى الله عليه وسلم أسامة نفسه لم يخرج، كان يتردد على النبي صلى الله عليه وسلم والجيش لم يخرج. أبو بكر هو الذي أنفذ هذا الجيش فيما بعد، حتى عرضه عمر وبعض الصحابة في سن عمر وسن أسامة وكذا، فأراد أن ينفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا الجيش لم يخرج إلا بأمر من أبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبيعي في رفضوا يسافروا مثلا لقتال الروم في ذلك الوقت، يعني لا يعلمون حال النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يترددون عليه. أبو بكر استأذن من أسامة في عمر ولم يخرج إلا بأمر من عمر بعد يعني نقاش من الصحابة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الأخير عندما أمر أبو بكر أن يصلي بالناس صلى بهم. يعني لا عفوا، أنت تعلم ماذا يقصد الشيعة من هذا الكلام؟ الشيعة يقولون بأن أسامة حينئذ أفضل، مثل ما قالوا في أبي ذر ما أقلت الغبراء وأفضل أصدق لهجة من أبي ذر، فيأتون بهذه النصوص ويقولون هم أفضل من أبي بكر. هذا من جملة الطعن، يطعمنا في أبي بكر بأشكال مختلفة من جملة نصوص أهل السنة. يعني إذا أنفذوا جيش أسامة، إذا أسامة أفضل من أبو بكر وأفضل من عمر وأفضل من عثمان وهكذا، فهم لهم توجيه أو تأويل لبعض النصوص
ليذكروا فيها أفضلية هؤلاء على النبي وعلى الصحابة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج علي على الجيش، هل هو أفضل من علي؟ لا، هو أراد أن يعطيها لأسامة يعني عوضا له، لأنه كان ولا يدل ذلك على أفضلية ولا شيء. لا، في خصوصيات للصحابة. الزبير مثلا حواري النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هو أفضل من جميع الصحابة؟ أهل السنة لهم قاعدة مختلفة، قاعدة في التفضيل بنجمع النصوص الترجيح. لا نأخذ، ما الفرق بيننا وبين الخوارج؟ يأخذوا مثلا فضيلة أو نص ويعمموه. مثلا عندك فضائل كثيرة، عثمان مثلا يعني مثلا أعلم من الصحابة بالنسك. عندك خذ القرآن من أربع، فكل صحابي بيتميز بشيء في فضائل مشتركة. مثلا خالد بن الوليد كان يعني قائد في الجيش وكذا، علي بن أبي طالب له فضائل خاصة وفضائل مشتركة، لكن أبو بكر فضائله تختلف. نعم، يعني هجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم وفضائل لم يسابقه فيها أحد، حتى شجاعته علي بن أبي طالب هو الذي أخبرنا به. يعني نعم، في مسألة نوم علي في فراش النبي، المطهر الحلي يستدل على أنه الإمام بعد النبي. لا، المطهر الحلي ده لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيستدل بأي شيء، تب جد أبي لهب وتب استدل به، فهو فاضي يعني بيستدل بأي شيء. فشيخ الإسلام رد في منهج السنة عليه ردا عظيما فقال: أبو بكر إذا كان هناك من تخصيص لفضيلة فإنما هي لأبي بكر، وهي ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين. قال تعالى: ثاني اثنين هما في الغار. هما في الغار أبو بكر نزلت فيه آيات خاصة وآيات عامة مع الصحابة وفضائل خاصة، لكن احنا بنتكلم ما عندنا اشكال ان يكون في علي في فضائل خاصة صحيحة عندنا. مثلا علي نفسه استدل بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم او بالموالاة عندما اراد الخوارج ان يكفروه. من سمع منكم كلام النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الغدير، غدير خم، عندنا في الصحيح. هل استدل علي بغدير خم على امامته؟ لا، على محبته. على محبته وولاته. نقاشه مع الخوارج في تكفير، فلا بد ان يظهر يزكي نفسه في ذلك الوقت. يعني هذا امر يعني مثل عثمان انت مو في ذمته، فاراد ان يظهر يزكي نفسه، وهذا مطلوب في ذلك الوقت. ابن مسعود مثلا عندما زكى نفسه ان ما من ايه نزلت الا يعني بيحر طلاب العلم ان ياخذوا منه افضل من ياخذوا من غيره. فلا شك ان علي بن ابي طالب له فضائل، لكن الشعب يستدلوا بفضائل غير صحيحة على الإمام ولم ترد وبيبالغوا فيها. في قضية كبرى، قضية الإمامة والخلافة وهذا الكلام. لا، الإمامة ما في نص الفضائل العادية التي لا ننكرها نحن على السنة. ما في نص متواتر أجمع. بل عندنا في فضائله حوالي 1500 حديث، أو عند الشيعة ما فيش يعني، بل عندهم طعن في كتبهم. لا، احنا عندنا بطالب. احنا حتى روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت له صحيفة، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن، أبو موسى الأشعري. يعني في هناك فضائل ليست لعلي بن أبي طالب، لكن ما لها علاقة الشيء. مشكلة الشيء أنه بيخلط بين النص وبين الفضائل. لا، ما في نص. إذن لا علاقة هنا بعد بين فضائل أبي بكر وخلافته، ولا علي تولاها بنص. هل تولاها بنص؟ لا، ما تولى. هل الحسن تولى بالنص؟ لا. الرضا عندما عرضت عليه رفضه. هم يؤمنون يعني مثلا عندك علي بن أبي طالب، الحسن، الحسين، علي بن الحسين، بعد ذلك الباقر، الأئمة الاثنى عشر، الصادق، موسى القاسم، تولوها بالنص هكذا يقولون. بعد كده الرضا والجواد والهادي والعسكري، كل هؤلاء لم ينالوها حتى، ولم يتكلموا أن هناك نص، ولم يستدلوا على، ولا عليه نفسه سعى إليها ولا دعا الناس إليه. طيب، انتهى وقتنا بسرعة. نتناول على الشيء، انتهى الوقت. نتناول في الحلقة القادمة إن قدر الله لنا هذا الكلام في هل الخلافة كانت بالشورى أو بالنص، تعريجا على ما سبق في قضية أبي بكر رضي الله عنه، هل تولاها بجملة الفضائل التي كانت له من النبي عليه الصلاة والسلام، إن كان هناك نص. أثبتنا في هذا اللقاء أنه لم يكن هناك نص مباشر على خلافة الصديق ولا غير الصديق رضي الله عن الجميع، بل كانت المسألة مسألة أفضلية، وهناك إرهاصات، وهناك أشياء يعني نقول بأنها كانت تساعد، أشياء كلها تدل على أفضلية أبي بكر في
في إمامته للمسلمين. في نهاية هذا اللقاء تقدموا بخالص الشكر والتقدير باسمي وباسمكم لفضيلة الشيخ سعيد أبو عمر الشرقاوي. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك ونفع الله بك. شرفنا بك. على أمل اللقاء إن شاء الله في حلقة قادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ذاكرة.